طيب قلبي، طبعا راح اشرح لكم طريقة مضمونة كلش وفعالة، شغلة هي تعالج بها طيورك، كل انواع الطيور اللي عندها شلل راح يكون يفكر انه شلل من الولادة او نقص كالسيوم او نقص فيتامين، ماكو اي نقص عند الطيور خاصة الافراخ. هذا هو شيء طبيعي يصير بكل الافراخ، حتى عندك طيور صحية اول وجبة ما عندها مشاكل، ثاني وجبة تبلش عندها مشاكل، فشي طبيعي. هذا هو المشكلة، تعرف وين؟ الانثى تنام على الافراخ فيكون فرخ ما نايم مرتاح وما نايم يعني بالنوم وما تمعدلة، فيصير عنده انفتاح بالرجلين. من يصير عنده انفتاح بالرجلين الانثى تكون شوية ضخامة او شوية هذا، ويكون افراخ فوقها فيصير عنده انفتاح بالرجلين، وهذا اذا ظلت فترة لو ما تنام ساعة او ساعتين مرات تنام فترة طويلة، يجي الذكر يوكلها وهي توكل الافراخ، فيستمر هذا الشيء. وهو تعرفون الفرخ يكون عظمه طري يعني بعده لين، عرفت شلون؟ وهو لحمه طري مثل ما نقول همينه، فلهذا السبب هو يكون عنده هاي المشكله، تصير عنده تصير فتره يتعود على هاي الرجلين، تشوفه تشيله تحصل حتى بالقاع نفس الرجل، ماكو اي حرق ماكو اي شيء، يرجع طبيعي. فشلون تعالجه؟ وهو فرخ اذا كبر بالعمر وصار يطير ولا ممكن تقدر تعالجه ويرجع طبيعي، تعالجه هو صغير لانه لحمه طري بعده مثل ما هو، فتعالجه بهاي الطريقة. شلون؟ هسه انا اقول لك شلون. هاي لاستيكة، ماشي حبايب قلبي، هاي لاستيكة مثل ما شايفينها انتو، لاستيكة صغيرة. خلينا نشوف ان شاء الله. لحد يسويها اوردر يفوت على المواقع ويسويها اوردر من الامازون وغيره وغيره. هذا الشلمون قصب، القصب مال العصير اللي تشرب بيها عصير. هاي وينها؟ شوفها هاي القصبه من العصير، هاي معروفه يعني. اوكي، تجي شو تسوي هنا؟ نقص منه قطعه، نقص قطعه هذا الحجم بحيث قصينا. هاي جبناها، تجي تسويها، شوف حبايب قلبي، تجي تعوجها بهذا الشكل، بهذا الشكل تجي تفوتها هنا، ماشي؟ حتى شلون نسحبها من المكان الثاني، تجي تطبق عودة وحيلا شي مثلا، بس مجرد انك تسحبها مكان الثاني. مرة مرتين تسحبها، مهم سهلة، الطريقة سهلة ما يحتاج لها علم الذرة. هاي انسحبت، شوفوا حبايبي، شوفوا شلون بهذا الشكل، تكون شويه من هنا شويه من هنا، لازم تكون ضيقه ما لازم تكون راخيه، لانه اذا كانت راخيه راح يرجع يشيل رجله يطلعها بسهوله، والام تطلع رجلينه، فلازم تكون بهاي الشكل، ماشي؟ بهذا الشكل ترجع تفوت رجل من هنا ورجل من هنا، وتعوفه بالعش مده اسبوعين زمان، اسبوعين لا اكثر، نصيحة مني اسبوعين لا اكثر، ثلاثة اسابيع روح ما عنده مشكلة، كل ما تعطي وقت راح يتعالج، كل ما يكبر يصير اقوى. فاسبوعين زمان تجي تشيكه، تفتح هذا رجلينات منها وتعوفه بالقاع، تشوف الفرق هواية. تريد بعد تاخذ وقت ترجع تزيدها مثلا ثلاثة اسابيع، ثلاثة اسابيع راح يكون نشط وما بين مشكلة، وما يحتاج حتى الام تنام على الافراخ لحتى تدفيهم، وراح تلقى كل شيء طبيعي وما عنده اي مشاكل، والحمد لله والشكر. فما يحتاج انك انت تشتريها، هي مو سعرها غالي ولا شيء، بس مع ذلك وقت تاخذ مو زين، لان اذا تسويها
اوردر وتنتظر شو وقت تجي وشو وقت توصل، هذا فانت تكون خسرت وقت لا بالفرخ، يمكن بعد ما يتعالج يمكن ما تعرف يعني يطلع، حتى بالكبر عشان عنده مشاكل راح تشوف الفرق بين هالرجل وهالرجل، عرفت شلون؟ وهذا راح يضرك حتى بالتكاثر، اذا كان كبر عندك وهذا راح يضرك بالتكاثر اللقاح وهذا الشيء. فيا اخويا حاول انك تستفيد من هاي الفكرة، عرفت شلون؟ ما في شيء يعني، مو على المذرة، ولا حد يجي يقول لك نقص كالسيوم نقص فلان شيء ونقص فلان شيء وتروح يم الدكتور وما ادري شنو. كل الطيور هاي طريقتها سهلة، عرفت شلون؟ ولا عنده نقص كالسيوم ولا أنا. لو عنده نقص كالسيوم اساسا الام والاب ما كانوا صاحيين هسه، عرفت شلون؟ فهاي الطريقة الصحيحة اللي انا حبيت افيدك بيها وتستفاد منها حبايب قلبي. تحياتي لكم.